بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الحطاب المالكي في كتابه المسمى بقرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، قال: ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، وذكر أن الأحكام سبعة، وقلنا ما ذكره هو متعلق الأحكام، لأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب أو الوضع. فالحكم خطاب الله، لكن هذه الأشياء وهي الواجب وما بعده ليست هي الأحكام، لأن الأحكام خطاب، وإنما هي الأفعال التي تعلقت بالأحكام، فهي متعلقات الأحكام وليست هي الأحكام. فهنا شرع في تعريف الأحكام أي متعلقات الأحكام كما ذكرنا قبل ذلك بذكر لازم كل واحد منها، يعني هو لم يقم بتعريف حقيقة كل من الواجب وما بعده، إنما ذكر الواجب بلازمه، لأن الثواب والعقاب من لوازم الواجب. عند التعريف يا أولاد على أنحاء، هناك تعريف بالحد، وهناك تعريف اسمه بالرسم، وهناك تعريف بالمثال. فالتعريفان على ثلاثة أنواع: التعريف بالحد بأن تأتي بالجنس والفصل القريبين، كما عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، فالحيوانية جنس الإنسان القريب، والناطق فصله القريب. فإذا كان التعريف حاصلا بالجنس والحد بالجنس والفصل القريبين، كان ذلك حدا تاما. معلش انا الحاجات دي لازم ان احنا نعرج عليها لانها مهمه. اذا كان التعريف حاصلا بالجنس والفصل القريبين سمي حدا تاما، واذا حصل التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب، أو بالجنس أو بالفصل فقط، سمي ذلك حد ناقص. يبقى التعريف بالحد والفصل البعيدين حد ناقص، بالخاصة فقط حد ناقص. عندما تقول الإنسان ناطق أو الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا حد، ولكن حد إيه؟ حد ناقص وليس حدا تاما، لأنني عرفت بالجنس البعيد مع الفصل القريب، لأن هو الإنسان جنسه القريب
الحيوان، وجنس البعيد الجسم المتحرك بالإرادة. ما هو كل ده جاي في التعريف، هنعمل ايه؟ هو العلم صعب. يبقى عندي حاجة اسمه حد ايه؟ حد تام وحد ناقص. هذه مصطلحات لابد أن تعرفوها، لابد أن تعرف ما هو الجنس وما هو الفصل وما هي الخاصة وما هي العرض وما كلام كتير. يبقى أنت قبل ذلك تحتاج إلى ايه؟ إلى درس. درس في ايه؟ درس في المنطق. وأظن أنكم يعني قد ختم عندكم كتاب منطق منذ يعني فترة قريبة. طيب الرسم بقى هو ايه؟ هو تعريف بالعوارض بالصفات. اقول لك مثلا ما هو الانسان، تقول لي الانسان ضاحك. فالضاحكية صفة ملازمة للإنسان، لا يشارك الإنسان فيها غيره، أو لا يشارك الإنسان فيها غيره. ينفع الاثنين، يعني الغير ما بيشاركش الإنسان والإنسان ما بيشاركش الغير. يشارك يعني إيه؟ فيها مفعلة، والمفاعلة تكون من الطرفين، لأن كل ما أنت متلقيه هو متلقيك. يعني هو مش بيشاركك وأنت مش بتشاركه. يبقى الاثنين من ناحيتين. لا يشارك الإنسان فيها غيره. يعني الغير ده ما بيشاركش الإنسان في الضحك. هو الإنسان قد انفرد بها، أي انفرد بالضحك. فلا يشارك غير، يعني لا يكون غير الإنسان موصوف بالضحكية. ما أقولش هذا الحصان ضاحك، ما ينفعش، لأنه الإنسان قد انفرد بهذه الصفة فليس غيره ضاحكا. فلما تقول الإنسان ضاحك يبقى ده تعريف بالإيه؟ ده تعريف بالصفات اللازمة التي لا تنفك عن الإنسان. لازمة يعني إيه؟ يعني لا تنفصل عنه، لكنه موصوف بها بالقوة. وكالكتابة، تقول الإنسان كاتب، يعني هو صالح لأن يكتب، مهيئ لأن يتصف بهذه الصفة. فعندما تعرف الإنسان بالكتابة أنت هكذا تعرفه باللوازم بالصفات التي لا تنفك عنه. فتعريف بقى هنا بقى احنا جايبين لي الكلام ده، هو تعريف المثال. تقول مثلا ما هو القمح، اقول لك هو البر. تعريف لفظ يعني بايه؟ بما هو اشهر منه. يبقى التعريف قد يكون بالحد، قد يكون بالرسم، قد يكون بالمثال. التعريف بالحد على نوعين، إما حد قريب وإما حد، إما حد تام وإما حد ناقص. والرسم إما رسم تام وإما رسم ناقص. لما تعرف في الخاص بالجنس البعيد فقط، ده أيضا تعريف بإيه؟ ما هو أوسع. تقول الإنسان حيوان وتسكت، يبقى ده تعريف بالإيه؟ بالأعم. التعريف بالأعم جوزه المتقدمون. طب على كل حال، علشان الباب ده يعني إيه؟ باب طويل ويحتاج إلى تفاصيل أكثر. لما يقول هنا التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، يعني هو عرف الواجب وما بعده، عرفه بلوازمه بالصفات التي لا تنفك عنه، لأن من لوازم الواجب الثواب والعقاب، والثواب والعقاب لا ينفكان ولا ينفصلان عن الواجب.
طيب، ولذلك هو عرف الواجب وما بعده بها مشايخ الثواب والعقاب. الثواب والعقاب ليس تعريفا بالذاتيات، وإنما تعريف بالعرضيات. الذاتي وفي عرض، الذاتي يعني ما يرجع إلى الذات، والعرض ما يرجع إلى الصفات التي لا تنفك عن الذات. الذات يعني الجنس والفصل. طب والعرض هي الصفات. الإنسان مضحك. طب والثواب والعقاب؟ الثواب والعقاب من لوازم الواجب، ولا ينفك الواجب أبدا عن الثواب والعقاب. قال: فالواجب، قلنا مرارا وتكرارا بأن الفاء هنا فاء الفصيحة، يعني إذا أردت أن تعرف حد أو أن تعرف رسم ما سبق أو تعريف ما سبق، فأقول لك: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما، امسك واحدة واحدة. يقول لك: ما نكرة بمعنى شيء، سواء كان هذا الشيء فعل أو قول أو غيرهما. ما يثاب، يقول لك: والله الثواب مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى. مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى، هو ده الايه؟ هو ده الثواب. ويختلف بحسب وصفات الفعل والفاعلين، يعني الثواب ده يختلف باختلاف الفاعل. هناك فاعل يأخذ ثواب أكثر من فاعل آخر. اثنان يصليان معا، لكن أحدهما يأخذ ثوابا أكثر من الآخر، باعتبار أن الأول ده صلاته أخشع، والثاني صلاته فيها شيء من الذهول، فالثواب يختلف باختلاف الفعل. فهناك فعل من الأفعال ثوابه أعلى وأقوى من فعل الآخر، وباختلاف الفاعلين من حيث أن أحدهما أخشع من الآخر كما هو ظاهر. يبقى ما يثاب، عرفنا الثواب على فعله. الضمير عائد إلى مشايخ، عائد إلى أن هو فعله، يعود إلى ما التي هي بمعنى إيه؟ بمعنى شيء، ويعاقب على فعل الشيء. يثاب على فعله، على فعل الشيء، ويعاقب. وأيضا العقاب عرفوه كذلك بأنه مقدار معلوم من الجزاء يعلمه الله تبارك وتعالى. ويعاقب على تركه، الضمير عائد لأبي الشيخ، عائد إلى إلى الشيء، يعني ترك الشيء، الشيء الذي قلنا إما أن يكون فعلا وإما أن يكون قولا وإما أن يكون كذا كذا إلى آخره. ويقصد به ما يثاب على فعله، أي يقع الثواب في الآخرة على فعله. ويعاقب، أي يقع العقاب في الآخرة على فعله. فالثواب والعقاب أراد بهما الوقوع، يعني هذا يقع يوم القيامة وهذا يقع يوم القيامة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني نحن سنتكلم على الواجب اللي هو فعل المكلف،
الذي تعلق بالخطاب من حيث إنه قد تعلق بالخطاب الطالب للفعل طلبا جازما. يبقى ننظر إلى ذلك الفعل من هذه الحيثية، لأن الفعل البشري إذا صدر من الإنسان كانت له حيثيات متعددة، من حيث إنه صدر في زمان معين وفي مكان معين وفي من شخص معين بطريقة معينة، له درجات وله يعني جهات مختلفة. نحن هنا سنتكلم على هذا الفعل بأي اعتبار من الاعتبارات؟ ده باعتبار أن هذا الفعل قد تعلق بالخطاب الطالب للفعل طلبا جازما. يبقى الحيثية هنا بيقولوا عنها حيثية تقييد، لأن أنا عندي الحيثيات متعددة. فالحيثيات يا مشايخ ثلاثة، هناك حيثية اسمها حيثية إطلاق، وحيثية تقييد، وحيثية تعليل. إطلاق، تقييد، تعليل. يعني إيه حيثية؟ يعني يا أولاد العلماء لما يقول لك من حيث، الحيثية هذه إما أن تكون للإطلاق ونضرب عليها أمثلة، وإما أن تكون للتقييد، وإما أن تكون للتعليل. ولذلك كان شيخنا يقول والحيثية في التعريف مراعاة. فلما يقول فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، معناها إيه؟ معناها أننا سنتكلم على ذلك الفعل من حيث إنه قد تعلق بالخطاب الطالب للفعل طلبا جازما. ولذلك قال من حيث، والواجب أي ذلك الفعل الذي تعلق بالخطاب، من حيث إنه قد تعلق بالخطاب الطالب للفعل طلبا جازما معرف بكذا وكذا وكذا. لكن قد ننظر إلى هذا الفعل من حيث إنه ممكن وجائز، لا من حيث إنه مستحيل ولا واجب. وقد ننظر إلى أنه قد حصل في زمان معين، أو ننظر إلى أنه قد حصل من شخص معين، فحيثياته متعددة. فحيثية الإطلاق كما في قول الإنسان، كما في قولك الإنسان من حيث هو جسم، يعني مطلقا بلا قيد وبلا تعليل ولا بلا أي شيء، يعني الإنسان من حيث هو هو هو، بغض النظر عن كونه ممكن، عن كونه جائز، عن كونه موجود، عن كونه معقوم، الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن أي اعتبار من الاعتبارات. يبقى دي اسمها حيثية إيه؟ إطلاق. متى تكون الحيثية للإطلاق؟ إذا كان النظر إلى الشيء مقطوعا عن أي اعتبار من الاعتبارات من حيث هو هو، لا بالنظر إلى شيء آخر، بقطع النظر عن إيه؟ عن غيره من الاعتبارات. الإنسان من حيث هو جسم، يعني الإنسان من حيث كونه إنسان، من حيث كونه إنسان، لا باعتبار كذا ولا باعتبار كذا ولا باعتبار كذا، جسم. يبقى دي اسمها حيثية إيه؟ حيثية إطلاق. الإنسان من حيث إطلاق إيه؟ إطلاق الإنسانية. الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه يعني مركب من حيوان ومن ناطق ومن كونه ممكن ومن كونه موجود ومن كونه كذا كذا إلى آخره، لا بلا قيد. الإنسان من حيث هو جسم، الإنسان من حيث هو جسم. وعندي حيثية اسمها حيثية تعليل، كما في قولك النار من حيث إنها حارة، يعني لكونها حارة تسخن. النار
من حيث كونها حارة تسخن. يعني ما بعد حيث هنا علة، يعني العلة في كونها تسخن أنها حارة. النار من حيث كونها تسخن حارة. النار من حيث إنها حارة، حارة تسخن، يعني علة كونها تسخن حرارتها. هي ليه انا سخن كده؟ لان جنبك نار. يبقى دي اسمها حيثيه ايه؟ حيثيه تعليل. وعندي حيثيه اسمها حيثيه تقييد، كما في قول قولك الانسان من حيث انه يصح ويمرض، موضوع علم الطب. الإنسان بقيد الصحة والمرض هو موضوع لعلم الطب. يعني بالنظر من جهة صحته ومرضه هو مبحوث في علم يسمى علم الطب. يبقى اسمها حيثية ايه؟ تقييد، لأنها قيدت الحالة عندي بحالة الصحة والمرض. الإنسان مقيد في حال صحته ومرضه، وعند صحته ومرضه في هذه الحالة المقيدة يكون موضوعا لعلم الطب، يبحث عن حاله وشأنه في علم الطب. يبقى دي اسمها حيثية ايه؟ حيثية تقييد. طب يلا بينا هنروح فين يعني؟ نجرب اللي معانا ايه؟ مش احنا بنقول انه من حيث وصفه بالوجوب، يبقى الواجب اللي هو الفعل، بالنظر الى تقييده بتعلق الخطاب به. شفت بقى؟ يبقى هنا تقييد، لاننا لا نتكلم على الواجب من حيث هو بغض النظر وبقطع النظر عن اي شيء، لا، انما نتكلم عن الواجب من حيث او بقيد انه مرتبط بالخطاب. طب الواجب ده اللي هو الفعل البشري ده، عندما نقيده بانه مرتبط بالخطاب الطالبي للفعل طلبا جازما، تعريفه ايه؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الله، الكلام واضح اهو. حدش يقول انا مش فاهم. ليه؟ لان يعني الكلام واضح جدا. قال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، الوجوب اللي هو ايه؟ اللي هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، لأن الوجوب والإيجاب واحد. عندي ثلاثة مصطلحات، عندي واجب، عندي وجوب، عندي إيجاب. الإيجاب والوجوب هما خطاب الله في الاصطلاح، وإن كان ما بين الإيجاب والوجوب خلاف أو فرق في اللغة، ما نتكلمش باللغة. والواجب لا، الواجب هو فعل المكلف الذي تعلق بالخطاب، والإيجاب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الترك هنا يقصد به كف النفس، مش ان هو لا فعل، لا، الترك هنا معناه ان يكف نفسه عن الفعل. لماذا قلنا هذا؟ لانه لا تكليف الا بفعل، يعاقب على، يثاب على فعله، ويعاقب على انه منع نفسه من ان يفعل الواجب. صلاة المغرب مثلا، صلاة المغرب فعلها واجب وتركها، يعني ايه تركها؟
يعني أنك تكف نفسك عن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الكف الترك معناه الكف. يعني إيه كف؟ يعني أنك تمنع نفسك من أداء شعيرة الله سبحانه وتعالى. مش الترك معناه عدم الفعل، لأن العدم ده كده هو المضاف ده ما لا تكلف به، لأنه مش فعل، ده حاجة كده سلبية. يبقى المراد من الترك إيه؟ كف النفس عن الفعل. ولذلك النهي بيتعلق بإيه؟ بيتعلق بكف النفس، لأنه لا تكليف إلا بفعل. تحفظها كده، لا تكليف إلا بفعل. فالثواب على الفعل، احنا قلنا الثواب عبارة عن ايه يا مشايخ؟ مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى، والعقاب ايضا مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى. على الترك، الترك اللي هو يا مشايخ كف النفس، ايوه كده تمام كده، انا كده بعمل حاجه جميله، حاجات دي دقيقه جدا. طيب، فالثواب على الفعل والعقاب على الترك، يعني الثواب الواقع في الاخره على الفعل، والعقاب الحاصل والواقع على الفعل يوم على الترك يوم القيامه، أمر لازم. يعني إيه لازم يا أخوانا؟ يعني لا ينفك عن الفعل. فالعقاب والثواب لا ينفكان عن الواجب أبدا، لأنهم قالوا كده اللازم والذي لا يمتنع انفكاكه، يعني مربوط مع ربطة لا تنحل. من حيث وصفه بالوجوب، يبقى الثواب والعقاب أمر يمتنع انفكاكه عن الواجب، من حيث إنه واجب، من حيث إنه متعلق بخطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما. طيب جميل، وليس هذا التعريف هو حقيقة الواجب. حقيقته يعني ايه؟ يعني ماهيته، يعني ليس تعريفا له بالذاتيات. يعني ايه ذاتيات؟ يعني ليس تعريفا له لا بالجنس ولا بالفصل، انما تعريف له بالصفات، لان الثواب والعقاب صفات لازمة. كما اذا قلنا الانسان ضاحك، فتعريفنا للانسان بالضحك إنما هو تعريف له بلازم، يعني بأمر لا ينفك عنه، لا ينفصل عنه، مرتبط به ارتباطا لا يتصور انفكاكه. قال وليس هو حقيقة الواجب، ليس هذا تعريفا له بالحد. لماذا؟ لماذا لم تعرفوه بالحد؟ هذا سؤال وهو يجاوب عنه. قال فإن الصلاة، هي الصلاة عبارة عن إيه؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، صح كده؟ فإن الصلاة اللي هي الهيئة دي مثلا، ده مثلا عشان إيه؟ يقول لك الواجبات كتير، من الزكاة ومن الحج ومن العمرة ومن 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 إلى آخره. أمر معقول، يعني أمر يعني يتصوره العقل، يعني العقل يفرض وجوده. فإن الصلاة أمر معقول متصور في نفسه من غير حتى ما إن يكون هناك مصلي، فهي أفعال وأقوال
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنيه. هذه الهيئة وهذه الصورة معقولة وممكنة ومتصورة في حد ذاتها وفي نفسها، وهذه الصورة المتصورة في ذاتها وفي حد نفسها ليست هي الثواب والعقاب. يعني الصلاة اللي هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية، على سبيل المثال مثلا صلاة المغرب، صلاة المغرب هي هذه، هي هيئتها هذه، وهذه الهيئة ليست هي الثواب والعقاب. ده الثواب والعقاب شيء يكون مترتب عليها يوم القيامة، هي معقولة وموجودة في الدنيا، والثواب والعقاب واردان عليها يوم القيامة. فالصلاة على سبيل المثال شيء والثواب والعقاب شيء آخر. الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية، معلوم. طب وليست هي الثواب والعقاب؟ ده الثواب والعقاب هي عبارة عن الجزاء المترتب عليها يوم القيامة، وهو غير حصول الثواب بفعلها، والباء هنا بمعنى على، يعني على فعلها، والعقاب بتركها أي بسبب تركها وكف النفس عن فعلها. وعلى هذا فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، يعني بحد الواجب، بماهية الواجب، بذاتية الواجب، إذ لا يمكن، انتبه لأن هذه مهمة، إذ لا يمكن تعريف حقيقته أي الواجب. لماذا؟ قال لأن الحقيقة، لو عرفنا حقيقة الواجب لحقيقته متعددة، في صلاة، في صيام، في حج، في عمرة، هذه الأشياء كل واحدة منهم حقيقتها تختلف عن حقيقة الأخرى، فأصناف الواجبات كثيرة، فكيف نعددها ونعرفها مع كثرة أنواعها وأصنافها وأشكالها؟ عايزين حاجة تبقى جامعة مانعة، تكون شاملة لكل الأصناف المتعددة المتكاثرة، مع كثرتها لا نستطيع ان احنا نقول تعريف الواجب في الصلاة، تعريف الواجب في الحج، تعريف الواجب في العمرة، تعريف الواجب في كذا. لا لا لا، ده انت كده هيطول منك الحال وقد لا ينتهي، لان الواجبات كثيرة جدا جدا جدا، فيصعب ان نعرفها بالحقيقة، لان عشان نعرف بالحقيقة لابد ان احنا نأتي بكل نوع من هذه الانواع ونعرفها بحد ذاتها على جنب، وهذا حاله يطول. طب ماذا فعلنا؟ أخذنا القدر المشترك بين كل هذه الأشياء وجعلناه هو محل التعريف، ووجدنا القدر المشترك بين هذه الواجبات بكمالها وتمامها هو أنه يثاب على فعلها ويعاقب على تركه، ولذلك كان هذا هو التعريف. لماذا؟ لأنه قدر مشترك حاصل في جميع أفراد الواجبات. فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب. لماذا؟ قال إذ لا يمكن تعريف حقيقته. لماذا؟ قال لكثرة أصناف الواجبات. قلت لكم اهي، حج، عمرة، سجود، مش عارف، ده كتير جدا جدا، واختلاف حقيقتها، لأن الصلاة تختلف عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن العمرة، عن 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 إلى آخره. وإنما المقصود بيان الوصف اللي هو القدر المشترك الذي يجمع كل هذه العبادات التي اشتركت فيه حتى صدق. ما هو القدر المشترك الذي اشتركت فيه كل هذه الأشياء حتى أطلق عليها أنها واجب؟ قال الثواب والعقاب. وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، واضح. وكذلك يقال في بقية الأحكام.
نقول في المندوب ونقول في المكروه ونقول في المباح ونقول في الحرام كذلك، ونقول في خلاف الأول إن ده تعريف بالإيه؟ تعريف بالرسم وليس تعريفا بالحد التام ولا الحد الناقص. فإن قيل طيب إحنا عندنا هنا بقى إشكالية دي إيه؟ نرجع مع بعض كده عشان نتخيل. هو بيقول ما يثاب، ماشي فهمنا ما يثاب، ما عندناش مشكلة فيها، بس الثواب ده أولاد هذا محقق ولا يتخلف، لأن الوعد كما ذهب إلى ذلك المتأخرون، لأن الوعد لا يتخلف، إذ لو تخلف وعد الله سبحانه وتعالى لكان ذلك النقصان. ربنا يقول لك يعني هديك الجنة وتيجي يوم القيامة يقول لك لا مش هديك حاجة، ها ده يعني في نقص، يعني عشان من أجل ذلك الوعد لا يتخلف. طب الوعيد قال لك والله أعاقبك ودخلك النار، وجي يوم القيامة عفى عنك وأدخلك الجنة، تقول والله إنك كريم رحيم عظيم. فالوعد لا يتخلف، وأما الوعيد فإن الوعيد يتخلف كرما من الله سبحانه وتعالى بعباده. طيب يعني ممكن واحد يكون تارك للصلاة ويوم القيامة لا يعاقب عليها؟ نعم، بس ده ربنا أوعده في الدنيا بأنه لو ترك سيعاقب، نقول له نعم، لكن الكريم له أن يجود بما عنده، وله أن يعفو عن العاصي وعن ذلاته، وإن كان ده محل نزاع بين المتقدمين وبين المتأخرين وحصل فيها إشكالية كبيرة جدا، لكن هو ده الذي ذهب إليه المتأخرون. إيه هو؟ أن الوعد لا يتخلف وأن الوعيد لا يتخلف، أما عدم تخلف الوعد فلأنه نقص، وأما تخلف الوعيد لأنه كرم وجود. بسيطة جدا متصورة، أنت جه عبدك قلت له إن نجحت سأعتقك، سأقول لك أنت حر، وجاء العبد نجح كرما منك، أو يعني عندما يفعل هذا ويقوم به هتقول له إيه؟ هتقول له أنت حر. لماذا؟ لأنني أوفي بوعدي، لأنني لو لم أوفي بوعدي سيقال عني كيت وكيت وكيت. طب قلت لعبدك إن لم تشتري لي كذا في الساعة الفلانية سأعاقبك، ولم يشتري، فجاء وقت العقاب، فنظرت إليه وقلت له لقد عفوت عنك، فيقال عنك إيه؟ فيقال عنك إنك كريم. فكذلك طيب يعني هناك واجبات إذا تركت ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو، نعم هيعفو. طب يبقى كده بقى ما حصلش العقاب عليها، وانتم قلتم في التعريف ما يثاب على فعله، يعني ما يقع الثواب في الاخره على فعله، ويعاقب نفهم منها انه يعاقب معناه انه يقع العقاب يوم القيامه عليها، فإذا عفي عن ذلك التارك يوم القيامة فإنه حينئذ لم يحصل قيد التعريف، وهو وقوع العقاب يوم القيامة على تركه، وحينئذ سيكون الواجب المعفو عن تاركه غير داخل في الحد، وحينئذ سيكون الحد غير جامع،
عدم جامعية الحد، مش هنقول الحد التعريف، وعدم جامعية التعريف تؤدي إلى أنه فيه نقص، والنقص يعني معيب في التعاريف. طيب كيف نجيب عن هذا؟ قال لك الجواب بسيط. يوم القيامة من جملة التاركين يعاقب الله سبحانه وتعالى واحدا. لماذا؟ حتى يتحقق خبر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أخبرنا بأنه سيعذب العاصين. فإذا لم يعذب أحدا حصل يعني خلف في الخبر، والخلف في الخبر محال، يبقى لابد وأن يعاقب يوم القيامة من التاركين واحد مع العفو عن غيره. وإذا عوقب واحد مع العفو عن الآخرين صدق التعريف، وهو أنه يثاب ويعاقب، لأنه واحد من التاركين إيه اللي حصل له؟ ما احنا قلنا ويعاقب على إيه؟ على تركه. واحد من التاركين عوقب، وإذا عوقب واحد من التاركين كان التعريف صحيحا، لأنه يصدق على الواجب أنه أثيب على فعله، ووقع يوم القيامة العقاب لواحد على تركه، وحينئذ يكون التعريف سليما ولا شيء فيه. هذا أحد الجوابين. هناك جواب آخر قالوا إيه فيه؟ قال طيب إحنا مش هنقول إنه يثاب على فعله أن يقع، هنقول يثاب يعني يستحق الثواب على الفعل، ويستحق العقاب على الترك. جميل. والاستحقاق أعم من الوقوع. أقول لك خلي بالك، أنت تستحق تبقى دكتور في الجامعة، ولكن ليس استحقاقك لأن تكون دكتورا في الجامعة يقتضي أنك بالفعل صرت دكتورا في الجامعة. ولذلك قالوا استحقاق الشيء أعم من وقوعه. يا ده أنت يحق لك أن تكون شيخ الإسلام مثلا يعني، ولكن هذا لا يقتضي أنه واقع بالفعل، لأن استحقاق الشيء أعم من وقوعه. فهو يستحق ولا يلزم من الاستحقاق الوقوع. أنت بالعقلية دي تستحق أن تكون كذا وإن لم تكن كذا. ده أنت خلي بالك مذاكرتك دي التي تذاكر فيها عشرات الساعات في اليوم تستحق أن تكون تأخذ درجة امتياز، ولكن لا يلزم من هذا أنك بالفعل تحصل على هذه الدرجة، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا واقع بالفعل، لأن الاستحقاق أعم من الوقوع. هو يستحق الثواب يوم القيامة ويستحق العقاب، وهناك فرق بين الاستحقاق وبين الوقوع، لأنه ليس كل مستحق لشيء هو واقع ذلك الشيء منه. طيب قلنا الجوابين، يلا بقى نقرأها ونفصل. والجوابين بعينهما سيأتيان في الحرام. فإن قيل قوله يعاقب على تركه، يعني قوله في التعريف ما يثاب على فعله ما فيهاش مشكلة، ولا يعاقب على تركه. كلمة ولا يعاقب على تركه المفهوم منها أنه يقع العقاب لكل فرد من أفراد التاركين. طيب لزوم، فإن قيل قوله يعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا، لأن أنت بتقول له إيه؟ ويعاقب على تركه، يعني يقع العقاب على كل فرد من أفراد التاركين.
طب والواجب المعفو عن تاركه لن يدخل حينئذ في هذا التعريف على هذا الاعتراض. وليس ذلك بلازم، يعني حصول العقاب لكل فرد فرد ليس بلازم، لأن هناك من الواجبات التي تترك ويعفو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن تاركها. هناك بعض الواجبات لن يعاقب على تركها، وربنا سبحانه وتعالى سيعفو عن من ترك تفضلا منه وجودا وكرما. فالجواب عن هذا أنه يكفي، يكفي حتى يكون التعريف صحيحا وصادقا، أن يصدق وأن يقع العقاب على واحد من أفراد التاركين. قال ويكفي في صدق العقاب، يعني صدقه وتحققه ووقوعه على الترك، وجوده لواحد من العصاة. عارف لو واحد بس عوقب يوم القيامة يكون ذلك التعريف صحيحا، لأنه يصدق حينئذ أن يقال أثيب على فعله وعوقب على تركه. ألم يصدق هذا أم لا؟ يوم القيامة مثلا أتينا وعوقب واحد من جملة التاركين ليه الواجب، يقال حينئذ التعريف صحيح لأنه عوقب على فعله، وذلك لا مع العفو عن غيره، يعني مع العفو عن غيره من أفراد التاركين. والعفو هنا هو عدم المؤاخذة بالذنب المطلقة. يعني عفوت عن ذنبه، يعني لم أؤاخذه بالذنب رأسا، لن أعاقبه على هذا الذنب، يبقى ده عفو. عفو معناه أن تعرض عن هذا التارك ولا يترتب على تركه أي عقاب من العقوبات. أو يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أي ترتب العقاب على تركه، يعني معناه أنه يستحق أن يعاقب. خلي بالك معناه إيه ترتب، يعني إيه؟ يعني استحقاق. استحقاق يعني إيه؟ يعني هذا الترك يصلح سببا في أن يكون معاقبا عليه يوم القيامة. معناه إن الفعل ده سبب في ترتب العقاب، بأن ينتهض الترك سببا لاستحقاق العقاب. يعني ترك الصلاة دي سبب في أن يعاقب ذلك الشخص يوم القيامة. هو معناه يعاقب يعني إيه؟ يعني أن ذلك الفعل، ذلك الترك سبب في استحقاق العقاب يوم القيامة. ده معنى الترتب. قال أي ترتب العقاب على تركه كما عبر به غير واحد. هتلاقي اللي معاه نسخة الفضيلة كاتبها غيو واحد، غيو فصلحوه خطأ يعني مطبع. كما عبر به غير واحد أي من العلماء، قال إن المراد بيعاقب على تركه أنه يستحق، أو معناه يترتب. ويترتب يعني إيه؟ يعني أنه يصلح أن يكون سببا لاستحقاق العقاب يوم القيامة. حلو، أمين، كلام حلو يعني واضح. وذلك لا ينافي العفو. هو سبب لاستحقاق العقاب بس مش هو وقوع العقاب، لأنه ممكن مع قيام السبب يعفو الله سبحانه وتعالى عن ما يترتب على هذا السبب. أنت تسببت مثلا في الإتلاف، دمك سيارة ورحت كسرت زجاج السيارة،
فعلك هذا صلح سببا في استحقاق صاحب السيارة أن يأخذ عوضا ومالا على الكسر. يبقى الفعل ده إيه؟ سبب لاستحقاق الطرف الآخر المال مني. مفيش مشكلة، لكن ممكن الشخص يجي يقول لي أنت كسرت السيارة ولكن أنا عشان معي فلوس أنا ما عايز منك فلوس. عفى عني ولا ما عفاش عني؟ بس الفعل ده كان سببا لاستحقاق ذلك الشخص مال مني قبله؟ نعم، لكنه عفى. يبقى هناك فرق بين العفو وبين كون ذلك مستحقا عليه كالدين مثلا. على سبيل المثال، أنت اقترضت من شخص 100,000 رنجت، استحق ذلك الشخص في ذمتك 100,000، فاقتراضك كان سببا في استحقاق ذلك الشخص علي 100,000، لكن قد يأتي موعد السداد ويقول لي الرجل أسقطت عنك الدين، أبرأتك من الدين. حصل ولا مش حاصل؟ وأورد على وذلك لا ينافي العرف، وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع. يبقى الاعتراض الأول يسير في جهة الجامعية لأنه لا يدخل على اعتراضهم الواجب المعفو عنه، والثاني يسير في جهة المانعية. هؤلاء التعريف ده يدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما لابد أن يكون فيه، وذلك معيب في التعريفات. لابد من في التعريف أن يكون جامعا مانعا. جمع يعني يا مولانا يعني يجمع كل أفراد المعرف. أتعرف الواجب، تأتي بتعريف يجمع كل الأفراد، وتأتي أيضا بتعريف مانع لدخول ما ليس من أفراد المعرف في المعرف. طيب ما الذي دخل ونحن لا ندري؟ قال وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع لدخول كثير من السنن فيه. أنت تعرف الواجب فأتيت بعبارات وقيود أدخلت معنى السنة، إذا هو غير مانع. يبقى كأنه يا مولانا التعريف إيه؟ يبقى كأن التعريف بيسرب مية. طيب قال إيه بقى؟ وريني بقى كده، إيديني بأفراد دخلت في التعريف وهي ليست من التعريف. قال له الأذان. كيف دخل الأذان؟ قال الأذان سنة ولا واجب عندك؟ السنة. قال التعريف ده يدخل أحد صور الأذان. كيف هذا؟ انتبه. إذا اتفق أهل بلدة على ألا يؤذنوا، كان من حق الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة أن يقاتلهم على ذلك الفعل. يبقى تحقق في هذا أنه عوقب على ترك الأذان، صح؟ أنت بتقول تثاب على فعله، أذنوا هيثابوا على الأذان. تركوا الأذان جماعة هكذا متواطئين متفقين، هيعاقبوا ولا ما يعاقبوش؟ يعاقب. يبقى صدق في حق هؤلاء أنهم عوقبوا على الترك. يبقى الأذان بالطريقة دي واجب ولا سنة؟ واجب. طيب فالأذان قالوا بأنه سنة، لكنه إذا تركه أهل بلدة كان للإمام أو نائبه أن يقاتل هؤلاء على ترك الأذان. ولا شك أن القتال على ترك الأذان عقاب، وحينئذ فتدخل هذه الصورة من السنة
في حد الواجب. لكننا لو لاحظتم ونحن نعرف قلنا ويعاقب في الآخرة فلا تدخل وادي لأن العقاب فيها في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، ربنا ينجينا من دار البلاء بلا بلاء، وكفى بذلك عقابا. لا نسلم أن ذلك هو العقاب المأخوذ في التعريف، لأن العقاب المأخوذ في التعريف هو عبارة عن إيه؟ مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك صلاة العيدين سنة، لكن لو اتفق أهل بلدة على ترك صلاة العيدين حق للإمام أو نائبه أن يقاتلهم على ذلك، وكفى بالقتال عقابا. قلنا لا نسلم أن المراد بالعقاب المأخوذ في التعريف هو العقاب الدنيوي، بل المراد من العقاب المأخوذ في التعريف هو العقاب الأخروي، وحينئذ فالتعريف سليم، ما فيهوش أي مشكلة. كل هذا من قبيل صناعة الحدود، يعلمك ما هي الصناعة والأدوات والشروط التي يجب أن تتوفر في التعريف الذي يحقق الماهية داخل الذهن. مهم جدا صناعة الحدود دي، مهم. قال كذلك ومن ترك الوتر ردت شهادته، يعني تركا مداوما عليه، ردت شهادته يعني لا تقبل له عند القاضي شهادة. وأي عقاب أكثر من ترك الشهادة؟ ويقول كده، يقول بأن ترك الشهادة وعدم الأخذ بقوله في القضاء يعد عقابا. والوتر سنة، والسنة في هذه الحالة تركها عوقب عليها بسحب الشهادة منه، مش الشهادة الأزهرية. أجيب عن هذه الاعتراضات الثلاث بأن المراد عقاب الآخرة، يعني المراد بالعقاب المأخوذ في التعريف وهو قوله ويعاقب على تركه أي عقاب الآخرة، وبأن العقوبة المذكورة من جهة أخرى سلمنا إن العقاب اللي مأخوذ في التعريف مطلق العقاب أعم من أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة، لكن هو الإمام لا يقاتلهم على ترك صلاة العيدين وعلى ترك الأذان، وإنما يقاتلهم على الاستهانة بالدين. يعني هو الفعل اللي هم فعلوه وهو ترك الأذان واجتماعهم على ترك الأذان يفهم منه وأن وراءه معنى آخر، وهو أنهم متهاونون بأحكام الله سبحانه وتعالى. فلما قاتلهم الحاكم الخليفة ونائبه إنما قاتلهم من أجل أنهم متهاونون بالدين لا من أجل أنهم تركوا الأذان. ولما تركوا صلاة العيدين وتواطؤوا على تركها قاتلهم الإمام لأنهم تهاونوا بالدين لا لأنهم تركوا صلاة العيدين. طب الشهادة، شهادة بسيطة، عدم قبول الشهادة ليس عقابا، لأن معناه أن الشهادة لها مواصفات معينة، متى وجدت قبلت ومتى انعدمت لم تقبل، وإذا انعدمت هذه الأوصاف لا يكون انعدامها عقابا لمن عدمت فيه، بدليل ان العبد ليست له شهاده لا تقبل شهادته، وليس رد الشهاده منه عقاب، لا ده عدم صلاحيته للشهاده. كانك مثلا انت لا تحفظ القران وهناك من هو افقه منك فانت لست صالحا للامامه مثلا يعني، وليس عدم صلاحيتك للامامه ان ذلك عقاب لك، بل لأنك لم تستوفي شروط معينة في موضوع الإمامة. وأجيب بأن العقاب عقاب الآخرة، وبأن العقوبة المذكورة ليست على الترك بل على لازمه، لازم الترك اللي هو إيه؟ ترك الأذان وترك صلاة العيدين مع
معنى آخر ملازم ليها مرتبط بيها، وهو إن الجماعة دول منحلين من الدين، الجماعة دول متهاونين بالدين، الجماعة دول مستهترين بالعبارات المصرية. فلما قاتلهم الإمام قاتلهم للاستهانة بالدين فقط، لا لأن الأذان ولا لقضية صلاة العيدين ولا لأي حاجة. قال وهو الانحلال من الدين، والانحلال ده حرام، الانحلال ده ايه حرام، فهو إنما قاتلهم على أمر محرم وهو الانحلال من الدين اللي فهم من ترك الأذان ومن ترك صلاة العيدين. طيب كويس. ورد الشهادة ليس عقابا، بس لا نسلم أن رد الشهادة عقاب، يعني أنت عشان ما يعني تركت صلاة الوتر وداومت عليها ليس ذلك عقابا على أنه لا تقبل شهادتك. أمال إيه؟ يعني لماذا؟ قال إنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية، الشهادة دي رتبة من رتب الشرع، متى استوفى يعني صاحبها مواصفات معينة أخذها، ومتى لم يستوف هذه الصفات فإنه لا يأخذ صفة الشهادة. وليس عدم أخذ صفة الشهادة ده يعتبر أن أنت بتعاقب، لا. وشرطها أي شرط الشهادة كمالات، جمع كمال، يعني صفات معينة. هذه الصفات اللي هي الكمالات تجتمع من، يعني كأنه عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له الشهادة دي عبارة عن هيئة اجتماعية مكونة من أفعال ومن تروك. متى وجدت هذه الأفعال وهذه التروك حصلت هذه الأهلية، ومتى حصلت هذه الأهلية قبلت الشهادة. يبقى صفة عاملة زي الملكة. تجتمع من أفعال ودروك، يعني هي مجموعة أفعال ودروك، أديت الواجبات ودركت المنهيات وتجنبت خوارم المروءة، حينئذ صرت عدلا، وإذا كنت عدلا فإنك حينئذ تكون صالحا لأن تكون شاهدا في أي قضية من القضايا. فدخل فيها الواجب وغيره. ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له؟ جه العبد وشهد أمامك في القضاء على أنك قد أعطيت فلانا كذا، لا تقبل هذه الشهادة، مع أنها رد الشهادة ليس عقوبة للعبد، لكن معناها أن العبد لم يستوفي الشروط المناسبة للشهادة، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة. على أن الصحيح أنه علاوة على هذا بقى أن الأذان في المصري فرض كفاية. فلما قاتلهم الإمام، ده عند الملكية الكلام عندنا احنا لك، بس هو كده إيه، ده شغال ملكي كده، اللي جاي ده شغال ملكي. ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين، ماشي سهل. يبقى على أن الصحيحة في مذهب الإمام مالك، ده الكلام ده، على أن الصحيحة أن الأذان في المصري فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين حتى لو ترك، لكن الكلام ده عندنا معاشر الشافعية. والسؤالان واردان على حد المحظور، هذان الاعتراضان أيضا واردان على حد المحظور، لأن المحظور بيقول له إيه؟ بيقول له ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. واحد زنى، يعاقب؟ طب افرض إن ربنا عفو عنه يوم القيامة، لم يعاقب على الزنا،
يبقى نفس الجواب اللي احنا ذكرناه في الواجب هنذكره في المحظور. تعريف المندوب: والمندوب هو المأخوذ من الندب. المندوب اسم مفعول، واسم المفعول مشتق من المصدر، ندب ندبا، يبقى هو مشتق منين؟ من المصدر. والمندوب هو المدعو إليه، ولذلك أنا أقول لك وهو الطلب لغة. ما هو المدعو ده إليه؟ يعني هو طلب. ندبتك يعني طلبت منك، ندبتك يعني طلبتك، وهي أصلها المندوب إليه. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن هم حذفوا حرف الجر اللي هو إله، وصار الضمير المجرور ضمير ساكن في المندوب. المندوب هو، هي أصلها بقى المندوب إليه، لكننا لما حذفنا حرف الجر ارتفع الضمير وصار ضميرا ايه؟ ضميرا ساكنا. سهلا. وهو الطلب لغة، هو الطلب والدعاء والحث على الشيء، ومنه ندبه إلى الأمر، دعاه وحثه. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبه، يعني حين يدعوه في النائبات على ما قال برهانا. وشرعا، شرعا يعني اصطلاحا، لأن هذا المعنى معنى إيه؟ اصطلاح. من حيث وصفه بالندب، قلناها الحيثية دي، حيثية دي يا مشايخ، ها؟ صح. هو ما، ما بمعنى شيء، يثاب، يقع الثواب على فعله، على فعله. قلنا الضمير يعود إلى ما التي هي شيء، ولا يعاقب، يعني لا يقع العقاب على تركه، أي ترك ذلك الشيء، من حيث إنه قد ترك، إلا أنه ممكن يعاقب عليه من حيثية أخرى، لكن من حيثية الترك لا يعاقب عليه، لكن قد يعاقب عليه من حيثية أخرى. ليه؟ لأنه ممكن حضرتك تترك المندوب، بس هتتركه بنية الاستهانة به، عوقبت على نيتك لا على تركك. فهناك فرق بين أن تعاقب على الترك وبين أن تعاقب على الاستهانة التي فهمت من الترك. العلم صعب، بس ده بيربي لك الملكة والذهنية الفارقة. مهمة جدا إن حضرتك تفرق بين الأشياء وينشئ لك ذهنا دقيقا، يبقى فاهم الفرق ما بين الشيء وما بين ما يترتب عليه الشيء. طب وده هيفيدك في ايه؟ هيبقى منهج بالنسبة لك في كل العلوم وفي كل المسائل، أنك تفرق بين الأشياء شديدة التلازم، يبقى عندك ذهن وقال فاهم كل حاجة. لذلك لما تقرأ الحواشي وتصبر عليها تفهم الحاجات اللي زي دي. التدقيقات دي مهمة جدا. طب وإيه فايدتها وإحنا عندنا وقت؟ فايدتها أن تربي لك ملكة وذهنا قويا جيدا يفرق بين الأشياء ومتلازماتها، بين الأشياء ومتشابهاتها، بين الأشياء ومثيلاتها، حتى يبقى عندك يعني عقلية واسعة. في الآخر ممكن تبقى ممتاز، ممكن، بس بعد الأدوات، مش عايزين نتسرع. بعد الأدوات وبعد تحصيل الملكات، وبعد بقى لما تدخل في غمار العلم وتكتب وتركز وإلى آخره. قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. خلاص، بس هو احنا خلصنا الواجب، صح؟ في حاجة بس ما قلناش في الواجب. الواجب له أسماء، منها اللازم، ومنها الحد، ومنها المكتوب، ومنها الفرض، وهو بهذه المعاني، هذه الأسماء كلها مترادفات، لأن الفرض والواجب وهذه الأشياء مترادفة خلافا لأبي حنيفة، لأن أبو حنيفة فرق ما بين الفرض وما بين الواجب. السنة أيضا من أسمائها المستحب،
والتطوع والحسن والنفل والمرغب فيه، فهذه الألفاظ مترادفة، حقيقتها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المباح، المباح لغة هو الموسع فيه من حيث وصفه بالإباحة، يعني من حيث إنه قد تعلق بالخطاب الذي خير بين الفعل وبين الترك. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ما لا يثاب، يعني ما بمعنى شيء، لا يثاب يعني لا يقع الثواب على فعله. وبيتكلم هنا إن الثواب منفي على الفعل، لكن قد يقترن بهذا الفعل نية، فتثاب حينئذ على نياتك. هو الأكل يا أولاد مباح باعتبار جزئه، واجب باعتبار كله. فاهمين الكلام ده؟ ولا أقوله تاني؟ طيب، الأكل ده مباح، الشرب اللي أنا بشربه ده مباح، لكن هب أنني شربته بنية أن أتقوى على تدريس العلم وثاب على ذلك. لكن ثوابي هنا على النية المقرونة بالفعل، أما الفعل المجرد هكذا من غير نية الذي يعرفه هنا لا ثواب فيه. يبقى هنا بقى تفرق ما بين الفعل المجرد والفعل المصحوب بالنية الحسن. يبقى هنا عايزين نتعلم ايه؟ نتعلم يا اولاد ان احنا نفرق ما بين الاشياء المتلازمة. بالك؟ ويريد، واضاف ايضا في التعريف ولا تركه، يعني لا يثاب على فعله. وأراد إمام الحرمين وإن لم يذكر هذا أنه أيضا ولا على تركه، يعني لا يثاب على الفعل ولا يثاب على الترك، فلا يتعلق بالفعل بالفعل والترك ثواب. ده مباح. ولا يعاقب على تركه، ترك المباح، ما شربتش عصير أو ما شربتش مثلا المشروب اللي بيقدمه لي إدارة الرواق، سأعاقب على هذا؟ لا. قال يريد ولا على فعله، يعني كذلك لا يعاقب على ترك المباح اللي هو عدم الشرب، ولا يعاقب كذلك على الفعل. شربت، لا عقاب عليه، شربت لا ثواب لي، تركت لا ثواب لا عقاب، يبقى تركت لا عقاب، فعلت لا عقاب، فعلت. انت ممكن تقول لا ثواب ولا عقاب اي على فعله وتركه، يبقى خلصت. يبقى لا ثواب ولا عقاب لا على فعله ولا على تركه، يبقى عندك اربع صور. لان صورة الترك يا اولاد اثنين، ثواب وعقاب، وصورة الفعل اثنين، ثواب وعقاب. يبقى لا يثاب على فعله وتركه، ولا يعاقب على فعله وتركه، يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لا على الفعل ولا على الترك. جميل. والمباح له أسماء، منها حلالا وجائزا وطلقا، يسمى حلال ويسمى جائز ويسمى طلق، وكل هذه الألفاظ يا أولاد مترادفات، ولا بد من زيادة ما ذكرناه. وبيقول إنه لابد إن احنا نضع هذا القيد الذي وضعناه في التعريف من أجل أن يكون التعريف مانعا من دخول المكروه والحرام، ويكون التعريف صحيح. طب أنت لماذا تصرفت في التعريف؟ نحن تصرفنا في التعريف لأننا نعلم أن ذلك هو مراد إمام الحرمين، ولا بد من زيادة ما ذكرناه لئلا يدخل، يعني حتى لا يدخل المكروه والحرام. فين يا مولانا؟ ما لا يثاب على فعله،
المكروه يصدق عليه أنه لا يثاب على فعله، صح ولا لا؟ ولما يقول ولا يعاقب على تركه، الحرام لو انت تركته وما شربتش الخمرة هتعاقب على الفعل؟ لا، يعني على الترك، يعني انت ما ترك، يعني تركت شرب الخمر هتعاقب؟ لا. يبقى لابد من هذه الزيادة حتى يخرج المكروه ويخرج الحرام، لأنه في الأول قال إيه؟ قال ما لا يثاب على فعله. لو ما قالش ولا تركه كان دخل معك المكروه. ما لا يثاب على فعله ولا تركه، خرج معايا المكروه. ليه؟ لأن المكروه لا يصدق عليه هذا، لا يثاب على فعله، لا يثاب على تركه. لا يا مولانا، ده المكروه لو انا تركته امتثالا اثاب. يبقى الترك لابد منه حتى يخرج المكروه. طيب، ولا يعاقب على تركه ولا فعله. لا، ده الحرام يعاقب على فعله، يبقى خرج الحرام. قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هو ده التعريف. ما هو قال ما لا يثاب على فعله، هيدخل معايا ايه؟ هيدخل معايا المكروه بدون الزيادة التي ذكرها الشارع، لأن الشارع ذكر زيادة تابع فيها سيدنا الإمام المحلي، وأخذها بعد المحلي كل الشراح. ما لا يثاب على فعله، أليس المكروه يصدق عليه ويطلق عليه أنه لا يثاب على فعله؟ أنا فعلت فعل مكروه، علي ثواب؟ ليه ثواب ولا ماليش ثواب؟ ماليش ثواب. يبقى الفعل المكروه لا يثاب عليه، أي على فعله. يبقى دخل معايا المكروه في الجزء الأول بدون إضافة، ولا يعاقب على تركه. ترك شرب الخمرة ولا يعاقب على الترك، يعني الترك منفي عنه العقاب. طيب، لو شرب الخمر، خلينا نقول لو شرب الخمر يبقى فعل ولا ترك؟ فعل. يبقى لا يعاقب على الترك، لأنه هنا شرب الخمرة ما تركهاش، صح ولا لا؟ يبقى شرب الخمر تحقق فيه أنه أنه ترك. احنا بنقول ولا يعاقب عليه على تركه ولا فعله. لما نقول فعله أخرج معانا الحرام، ولا يعاقب على تركه. ترك ايه؟ ترك الفعل. طيب، يقول لك ولا بد من زيادة ما ذكرناه لئلا يدخل المكروه والحرام، لأنه بيقول لك ولا يعاقب على تركه ولا فعله. ترك الخمرة، معلش، ترك شرب الخمرة يبقى تركها أم لا؟ طيب، تركها، ترك الشرب، يبقى دخل معانا هنا فيها الحرام ولا لا؟ يبقى لا يعاقب على الترك. يبقى نخلينا مع بعض كده عشان انتوا اتلخبطتوا، وعايزين نوصلها لكم بطريقه سهله، لان انا شايف ان بعضكم يعني مشوش فيها. لما نقول ولا يعاقب على الترك ولا يعاقب كذلك على الفعل، يبقى ترك العقاب على الترك وترك العقاب على الفعل.
الأول وهو ترك العقاب على الفعل. يعني إيه؟ يعني أنه إذا فعل فإنه لا يعاقب، صح كده؟ يبقى ما هو الذي يصدق عليه أنه لو فعل لا يعاقب؟ الواجب. إذا فعله لا يعاقب عليه. المندوب إذا فعله لا يعاقب عليه. المكروه إذا فعله لا يعاقب عليه. يبقى ولا يعاقب على فعله. هتخرج معنا كم حاجة؟ ثلاثة. هتخرج معنا الواجب لأنه لا تدخل معنا بقى الواجب. هتدخل معنا الواجب يبقى لا يعاقب على فعله. هتدخل معنا إيه؟ هتدخل معنا المندوب لأنه لا يعاقب على فعله. وتدخل معنا الواجب لأنه لا يعاقب على فعل الواجب. أنا دلوقتي صليت المغرب، لما صليت المغرب وعاقب على فعل صلاة المغرب؟ لا، يبقى دخل معاك خلاص بدون الزيادة الأولى. لو أنا دلوقتي فعلت المكروه وعاقب على فعله؟ لا. طيب ولا يعاقب على فعله. طب الحرام؟ لا خارج. ولا يعاقب على فعله. لا، إن الحرام في عقاب على الفعل. يبقى لما تقول أولا ما لا يثاب على فعله، لا يثاب على الفعل، أخرجت معايا إيه؟ خليك معايا، أخرجت معايا المندوب. المندوب أصلا خرج أهو، لو ما قالش يثاب كان دخل معايا بالعبارة التانية. يبقى ما لا يثاب على فعله، أخرج معايا المندوب لأنه لا يثاب على فعله، وأخرج معايا الواجب لأنه بيقول لي لا يثاب، الواجب يثاب، وما دخلش معايا أو ولا يثاب على فعله. يبقى ما لا يثاب على فعله، لا يثاب على فعله ازاي؟ ما لا يثاب، نعم صح، ما لا يثاب على فعله. يبقى الواجب يصدق عليه ايه؟ انه يثاب على فعله يبقى خرج، والمندوب يثاب على فعله يبقى خرج لان هو بيقول لك لا يثاب. طيب الحرام يثاب على فعله؟ لا. هيثاب على فعل الحرام؟ لا يثاب على فعل الحرام. يبقى دخل معانا اهو، خليك معايا. يبقى يصدق على الحرام انه لا يثاب على فعله. شرب الخمره هيثاب على شرب الخمره؟ طيب يبقى دخل معايا في الشق الاول في المباح. المكروه اكل بصل، يبقى يصدق عليه انه لا يثاب على اكل البصل. فهمنا كده؟ يبقى دخل معانا المكروه ودخل معانا الحرام. طيب بعد كده قال لي بقى ما لا يثاب على فعله ولا تركه، يبقى كذلك ولا ثواب فيه على الترك. طب ده المكروه لو ترك هيثاب عليه، يبقى لما زود الشارع تركه أخرج معنا المكروه. الله، لأن المكروه قلنا دخل معايا، وقلنا دخل معايا الحرام، وقلنا دخل معنا المباح، وخرج منها الواجب والمندوب. واضح؟ لما زود الشارح كلمة ما مش موجودة في المد، قال ولا تركه، لا يثاب على تركه. لا، خرج المكروه لأن المكروه يثاب على تركه امتثالا، يبقى خرج بالزيادة المكروه. الحمد لله. يلا بينا بقى على الشق الثاني، وباقي معانا ايه؟ باقي معانا المباح
وكذلك الحرام، لأن قلنا اتنين خرجوا بما ذكره إمام الحرمين اللي هو إيه وإيه؟ اللي هو الواجب واللي هو المندوب. والزيادة التي أضافها الإمام المحلي أقوى، اللي هو إيه؟ اللي هي إيه الأول الزيادة؟ اللي هي ولا تركيه، أخرجت معنا إيه؟ أخرجت معنا المكروه، لأن المكروه لا يصدق عليه أنه لا يثاب على تركه، بل يثاب على تركه. يلا بقى الجزئية الثانية، ولا يعاقب على تركه. الحرام يعاقب على تركه ولا يعاقب على فعله؟ على فعله. يبقى هنا لما قال ولا يعاقب على تركه، ترك الحرام يصدق عليه أنه لا يعاقب، يبقى دخل في هذه الجزئية أيضا الحرام، لأنه إذا ترك الحرام يصدق عليه أنه لا يعاقب. ترك شرب الخمر هيعاقب؟ لا مش هيعاقب، يبقى لم يعاقب على تركه. راح زود الإمام المحلي كلمة ولا فعله عشان يخرج الحرام، لأن الحرام لا يصدق عليه أنه لا يعاقب على فعله، بل العكس أنه يعاقب على فعله. فهمنا كده؟ فهم بس كده. يبقى لما قال ما لا يثاب على فعله أخرجت إيه معانا؟ يثاب ما لا يثاب على فعله، أخرجت الواجب وأخرجت المندوب. راح زود إمام الحرمين قيد حتى يخرج المكروه، قال ولا تركه، ولا يثاب على تركه، يبقى أخرج المندوب لأن المندوب يثاب على تركه، ولا يعاقب على تركه. دخل معنا الحرام لأن الحرام لا يعاقب على تركه. ترك شرب الخمر هيعاقب؟ لا. طب فعل الخمر شربها هيعاقب؟ يبقى زود بعد كده قال ولا يعاقب على تركه ولا فعله، ولا يعاقب أيضا على فعله. فلما قال لا يعاقب على فعله خرج معانا الحرام، ولم يبق بعد ذلك إلا المباح. الإمام الرملي قال الأفضل أنه يقول ما استوى طرفاه، طرفه يعني فعلا وتركا، استوي في الثواب والعقاب. عبارة جميلة جدا، وأخذها من ابن الفركاح أول شارح للورقات. طيب انتهينا من درس اليوم، وأسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يبارك فيكم وأن يفهمكم وأن يعلمكم وأن يفتح عليكم جميعا فتوح العارفين، وأن يبارك في كل الحضور، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن ينصر إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض. طيب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما